برحب بكل مشاهدي ال بي سي اي والال بي سي وين ما كنتوا عم بتشوفونا. صارت الساعة 7:39 دقيقة بتوقيت بيروت، هيدا هو موعدنا اليومي وموعدكم اليومي مشاهدينا مع الربح، مع يومية 3، يومية 4 ويومية 5. بالبداية بدي رحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية، أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال زيدان، حضرتك رح بتراقب سحب اليوم، وطبعا بدنا نقول جود لك وحظ موفق لكل الأشخاص يلي مشتركين بسحب يومية 3 4 و 5 لليلة 13 كانون الثاني 2017 إلى يومية 3. أول رقم بسحب يومية 3 لليلة 9، من بعده 1، و0. إذن أرقام يومية 3 لليلة 9 و1 0. إذا كنتوا مختارين هول الأرقام هيدا السري مثل ما هو بالدور، المبلغ يلي دفعته بتضربوه ب 400 مرة، وإذا كنتوا مختارينهم حيلا أو عشوائيا المبلغ يلي دفعته بتضربوه ب 70 مرة. ننتقل هلا ليومية 4. أول رقم بيومية 4 لليلة 3 8، وآخر رقم 2. 6 3 8 2 هول هن أرقام يومية 4 لليلة. إذا كنتوا مختارين هول الأرقام مثل ما هن بالدور بتضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 4000 مرة، وإذا كنتوا مختارينهم حيلا أو عشوائيا بتضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 150 مرة. ننتقل هلا ليومية 5. أول طابة تحمل رقم 5، طابة الثانية رقم 4، تسعة، 2، 6 و الطابة الأخيرة رقم 6. أرقام مشكلين لليلة، إذا 5 4 9 2 6 هول هن أرقام يومية 5. إذا كنتوا مختارين هول الأرقام هيدا السري مثل ما هو بالدور تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 40000 مرة، وإذا كنتوا مختارين حيلا أو عشوائيا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 350 مرة. أستاذ جلال لو سمحت نرجع نذكر المشاهدين بكل الأرقام يلي انربحت لليلة، تفضل. أوكي، سحبات يومية لنهار الثلاثة 10 كانون الثاني 2017، أرقام الرابحة بسحب يومية 3 9 1 0، بسحب يومية 4 6 3 8 2، بسحب يومية 5 5 4 9 2 6. ألف مبروك للرابحين، إن شاء الله يكون في عنا رابحين لليلة. بذكركم مشاهدينا أنه كل يوم يومكم مع يومية، هيدا هو شعار يومية. بذكركم كمان أنه فيكم تختاروا المبلغ يلي أنتم بدكم تدفعوه بيومية، فيكم تدفعوا 500 ليرة، 1000 ليرة، 1005، 2000، 2005 و3000 ليرة. فيكم كمان تقرروا تلعبوا يومية 3 أو يومية 4 أو حتى يومية 5، وطبعا بيومية الربح معنا مضمون. عم نحكي بالقلوب
الالوف والملايين. مشاهدينا اكيد لعبه يوميه هي كل يوم فيكم تلعبوها، نحن بنرجع بنشوفكم ان الله راد بكره انا برجع بشوفكم بنفس الوقت. استاذ جلال شكرا لك، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا موعدنا بيتجدد معكم بكره ان الله راد كمان على الساعه 7:39 دقيقه. الى اللقاء، باي باي. تعلمنا نعد ونقيس كل شيء مثل النمو والشكل، القوة والثواني والساعات والسنين والأيام، بس كمان تعلمنا أنه في أشياء ما بتنقاس وما بتنعد مثل الفرح والثقة والأمل والحنان. ببنك لبنان والمهجر تعودنا نقيس كل خطوة لنزيد ثقتكم فينا، منشان هيك توسعنا وانتشرنا لنأملكم راحة البال يلي ما بتنقاس وما بتنعد. يا هلا، يمكن هو مركبها هونيك على الهواء ما في سوق. شم في عناوين نشرتنا: بلدية كفر رمان تطبق قانونا عثمانيا عمره 117 عاما، القضاء ينصف رول يعقوب ولو بعد الممات. وفي نشرتنا أيضا: أزمة الأدوية الأمراض المستعصية سلكت طريقها إلى الحل. نشرة أخبار الثامنة من الـLBCI مع يزبك وهبي وريمي درباس. مساء الخير أيها اللبناني، لا تفاجأ إذا خرج رئيس بلدية ما ليطبق قانون حمورابي، ولا تفاجأ إذا خرج ثان وطبق قوانين الإمبراطورية الرومانية، وثالث خرج ليطبق قوانين المرحلة الصليبية أو عهد المماليك. أيها اللبناني، لا تفاجأ بكل ذلك، لأن رئيس بلدية قرر اليوم أن يطبق قانونا عثمانيا صادرا في